السنه اللي فاتت رفع رجل الاعمال الشهير عم دهب وتولى بطوط اعمال ومهام البلد. السنه دي وبعد مرب بطوط، هل سوسو ولولو وتوتو هيقدروا يقفوا وقفه عمهم ولا لا؟ تعالوا نشوف الناس قالوا ايه لما نزلنا الشارع. تفتكر حضرتك بعد وفاة رجل الأعمال الشهير عم دهب وتولي بطوط أعماله ومهام البلد السنة الماضية، دلوقتي بعد ما بطوط طبعا انت سمعت ان هو راح المستشفى وكده، هل سوسو ولولو وتوتو هيقدروا يقفوا وقفة عمهم ولا لا؟ لا طبعا، عمهم دهب ده كان له مواقف كتيرة شجاعة، وكان راجل بيحافظ على اقتصاد البلد وكان بيحافظ على المصلحة العامة. من كلام الناس بيتهيألي توتو هو اللي ممكن يقف وقفة عمهم. الناس قالوا توتو بس، لكن أنا رأيي أي حد ملتزم، أي حد هيفكر ان هو يتقدم، اي حد عنده فكر او يصحى من الغيبوبه اللي قالوا عليها بتاعه بنات وشغل البنات وشغل السكر وشغل السمحه هيبقى انسان ناجح جدا. احنا مصريين يا جماعه، طبعا احنا مصريين وفراعنه. بطوط طبعا حضرتك عرفت ان هو في المستشفى وبتولى بداله اعماله مهام البلد سوسو ولولو وتوتو. تفتكر سوسو ولولو وتوتو هيقدروا يقفوا وقفه عمهم ولا لا؟ لا طبعا مش ممكن يقفوا وقفه عمهم. عمهم كان راجل خير يعني، وكان شديد قوي يعني، هم مش ممكن يقفوا وقفه عمهم اكيد يعني. لو حاولوا، لان عمهم واقف كتير وكافح كتير، صح. هم هيقدروا يعملوا زي ما هو عمل مش عارف، بس بالنسبه لعمهم هو تقريبا ما حدش يعرف يعمل اللي هو عمله. هو في واحد ايه منهم متدين ويعرف ربنا وكده، والباقي طبعا ماشيين في حلال البلد ومش هينفع كده، وفي واحد منهم كويس، والاثنين يعني مش هينفع ومستواهم مش هينفع ان يمسكوا البلد وكده. هل الاخوات الثلاثه ممكن يتنازعوا؟ هو ده شيء وارد ان هم يختلفوا، بس الاختلاف في الود ما يفسدش الود قضيه. الاختلاف في الود ما يفسدش الود قضيه. لو اتحدوا مع بعضهم كل واحد فينا يعني ظهر الادفانتج بتاعه مش ديس ادفانتج، اكيد هيبقى مشاريع ناجحه جدا. ومشاريع ايه معلش؟ يعني الادفانتج المميزات بتاعتهم مش العيوب. تفتكر المشاريع على ايد الثلاثه ممكن تكبر؟ لا طبعا، لسه هم يعني مش دارجين الحياه كويس يعني، ومش زي عمهم يعني، وممكن يعني هتفشل. لو حاولوا مع بعض واجتهدوا مع بعض واصروا على النجاح هينجحوا. تمام. لكن لو ما عندهمش فكره عن النجاح يبقى مش هينجحوا نهائي. صح. تفتكر الثلاثه التوأم سوسو ولولو وتوتو ممكن يتنازعوا على الفلوس؟ ممكن، ممكن يخسروا بعض كمان. ان الفلوس هنا بتعمل كل حاجه. صح. هنا الشيطان بيلعب دوره. صح. ممكن، ما طالما ما فيش يعني هم ثلاثه ماديين وبعدين كل واحد في هوا معين فاكيد لازم يتنازعوا يعني. الماديه هتتغير طبعا النفوس. تفتكر سوسو ولولو وتوتو ممكن يتنازعوا على الفلوس؟ لا طبعا، اكيد معروفه، اكيد دي طبعا ده معروفه، سمات العصر دي طبعا. البلد او الحكومه تقدر تقول ان هي هتقف جنب سوسو ولولو وتوتو ولا لا؟ لا لا، البلد الحكومه مش هتقف جنب حد، بس احنا نتمنى الفلوس تدخل البلد وتشغل البلد طبعا. بدل ما البلد كده حالها واقف. لا، ولما وقعت الفلوس وقعت في ثلاثه يعني، انت عارف ثلاثه يخربوها يعني، يخربوا الدنيا. وطبعا مش يعني عايزين نتمنى ان الفلوس تيجي مصر ويشغلوا الشباب العاطل ده كله. لا هتقف طبعا، لان البلد هتحكم بالعدل عشان دول اخوات ومش هيقدروا يستغنوا عن بعض. صح. وانت كفرد تقف مع سوسو ولا لولو ولا تودو؟ ممكن اقف معاهم الثلاثه لو هم حبوا كده، ما حبوش كده يبقى خلاص. حضرتك كفرد هتقف جنب سوسو ولولو وتوتو ولا لا؟ بالنسبه ايه؟ حضرتك كفرد هتقف جنب سوسو كبني ادم يعني، حضرتك كبني ادم او كفرد في المجتمع هتقف جنب سوسو ولولو وتوتو ولا لا؟ لو بني ادمين صح هقف معاهم، لو مش صح شكرا بينهم يعني، هقف مع الصح مش هقف مع الغلط يعني. بس انا واقف جنب توتو. ليه؟ ان توتو معاه كارت كسبان، اي حد معاه كارت كسبان المفروض نقف معاه. حضرتك هتقف جنب مين اكتر، سوسو ولا لولو ولا توتو؟ لا مع لولو ان شاء الله. اشمعنى؟ لان شايف اللي هو يعني بيعمل مشاريع جاده للبلد يعني، وعايز احافظ على اللي عمله جده يعني. انا اقف مع الثلاثه لو وقفوا مع بلدي وبقى عندهم عزيمه وطنيه. اقف مع اي حد بيحب البلد دي، ايه المشكله؟ عايز ادام يحب البلد اقف معاه. انت كبنت مصريه تقفي جنب سوسو ولا لولو ولا توتو بامان؟
انا هقف جنب اللي بيمشي مثلا مع الحلال البلد ده عشان احاول اوقعه في الاخر، واجيب قرار واعرف ايه وانوع على ايه اللي بيعمل في البلد دوت، وساعتها بقى شوف انت هتعاقبوه بايه. صح بس صح. حلو الكلام ده، تفكيرك مختلف جدا. تفتكر الاشاعات اللي طلعت على لولو ان هو بتاع بنات وكده، يعني ده حقيقه؟ اكيد اكيد ان هو من كذا فرد اتصور وشفنا بعينينا. ها حضرتك شفته؟ طبعا اكيد شفت الصور، شفته على موبايلات كمان. حضرتك اكيد شفت الصور بتاعت لولو مع البنات على الانترنت. ايوه شفتها، بس بيقال في بعض الاوقات في منتجيات وفي حاجات، فانا مش قادر برضو اظلمه لاني انا ما شفتش بعيني، لا احكم عليه شفته بعيني. والله احنا بنسمع بس حاليا ما شفناش بعينينا. شفت الصور على الانترنت؟ طبعا شفنا كتير بصراحه يعني، بس برضو ارجع واقول لك العيب من الوالد، مفيش تربيه كويسه، مش طالعين يعني من بذره كويسه. تفتكر الاشاعات اللي احنا سمعناها على لولو ان هو بتاع بنات والكلام ده حقيقه؟ اكيد حقيقه فعلا. شفت حاجات على الانترنت وكده؟ شفت على لولو وعلى توتو التلاتة، واحد بنات واحد مخدرات كده يعني. طبعا حضرتك شفت الصور والفيديو والفضايح بتاعت لولو، ايه رايك في الكلام ده؟ الصور ممكن تكون متركبه بس الفيديو حقيقي. هل الفلوس ممكن تغير من توتو لان هو فعلا معروف ان هو مادي؟ بلا وجهه نظري، اذا كان هيعيش حياه الصرمحه هيضيع كل فلوسه. توتو وهو معروف ان هو شخص مادي للغايه، تقول له ايه؟ اقول له ان الدنيا فانيه والبني ادم بينزل تحت التراب ما بياخدش معاه حاجه، او بمعنى صح الكفى ملوش جيوب. حضرتك تفتكر ان سوسو بقى ما كلمناش عنه خالص، هو معروف ان هو بني ادم مادي، ممكن الفلوس تغيره؟ اكيد طبعا هتغيره، ومش هيعمل اللي عمله عمه يعني اكيد، عمله والده والله يرحمه يعني، ما كل واحد ليه اسلوب في معاملته مع الماديات يعني. هو لسه ما ماتش، ربنا يديله طولة العمر. هو حضرتك تدي ايه نصيحة للاخوات التلاتة سوسو لولو وتوتو؟ والله انا اديهم نصيحه حلوه، اللي هم يبقوا كويسين ويخافوا على بعض ويحبوا بعض وما ياكلوش في بعض كده. السوسو ولولو وتوتو اقول لهم انهم يحاولوا يترابطوا مع بعض، يحاولوا يكافحوا مع بعض، يحاولوا يبقى في مبادئ وقيم واخلاق. وتقول ايه البطوط اللي في المستشفى؟ نقول البطوط الف سلام عليك وان شاء الله كده تشفى بسرعه وتخرج لنا تاني. والله يا سوسو يا توتو يا لولو، انا بقول لكم يعني يا ريت تمشوا على نهج الوالد وتكملوا اللي هو بناه يعني. نصيحه للاخوات الثلاثه سوسو ولولو وتوتو، لان هم اللي هيمسكوا مهام البلد الفتره اللي جايه. الكاميرا بتاعتك معايا. اكيد هم اكيد زي ما احنا سمعنا عنهم ان هم تربيتهم تربيه نظيفه وتربيه صالحه، فاكيد ربنا يوفقهم. واحنا كمصريين فينا حاجات حلوه كتيره جدا 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 يعني، احنا بنستغل الحاجات الحلوه في حاجات وحشه. انا متاكده ان لولو بعد ما يسمع نصيحتك هيتاثر جدا، ده بجد. يا ربي خليكي يا امي، يا ربي خليكي يا امي، يا ست الحبايب يا حبيب حبيبه. انا عندي بغبغان غلبه ونص لسان، بيحفظ اللي اقوله ويذاكروا الليل بيطوله، والقاه الصبح يقوله ويعيدوا لوحده كمان، زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان. موافق ان احنا نذيع؟ ربنا يسر. زيو يعني مفيش مشاكل. زيو بلاش فتسي بقى تاني، ارجوك ما تفتيش. ماشي بلاش فتسي بقى تاني، بنطلع في الالوان. طيب موافق ان احنا نذيع؟ ذيع اتفضل. يا حبيبتي يا مصر، يا مصر، يا حبيبتي يا مصر، يا مصر
لو شاف الرجال السمر الشداد في بحور الصخر. يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر. موافق ان احنا نذيع؟ موافق ذيعوا. يا جماعة سوسو ولولو وتوتو دول شخصيات كرتونية، يعني لا هما ماسكين مهام البلد ولا أي حاجة من الكلام اللي احنا قلناه. عموما استنونا بكرة في حلقة جديدة وأرجوك ما تفتيش.